من استاد الحسين بن علي بالخليل عبر شاشة فلسطين الرياضية. نحييكم أينما كنتم. باليستينو تشيلي في مواجهة فريق نجوم الخليل في هذا الملعب، ملعب الحسين بن علي بالخليل. فادي زيدان، فادي كرة بينية خطر الآن لمصلحة نجوم الخليل، تصويبه الحارس بها جمهور فريق باليستينو في تشيلي كما هو حال ووصف الفريق. عتال، فهد العتال، كرة عرضية والدفاع، دفاع فريق باليستينو، تبقى الخطورة والتصويبة، فرصة اللقطة الأخيرة واستلام ثائر جبور المتقدم داخل منطقة الجزاء والتصويبة. جوتيريز إلى سيلفا، جاسو سيلفا، تصويبة وشويكي، فرصة جميلة عن طريق اللاعب وشاد شعبان، ويا ولد يا شعبان، الله 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 الله، سابق وعزم شويكي. شوف اللقطة الأخيرة والهدوء داخل منطقة الجزاء ثم عملها بشكل. ساندوفال، كرة بينية، محاولة لمصلحة فرانكو مازوريك، فرانكو مازوريك، تصويبة قوية ولكن أيضا بالكرة التكتيكية العالية. خالدون، تصويبة جانبية من خالد. يرجع المدافع دياغو توريس، دياغو توريس، كرة بينية حاليا، محاولة من جوتيريز، خطير الآن، خطير الآن، وعزم شويكي، يبقى فريق باليس. كرة بينية مقطعة من شادي شعبان، فيها خطورة حاليا وتصويبة ولكن أرضية جانبية. موسم 2016 الآن، محاولة عند اللاعب سيلفا، تصويبة بعيدة عن طريق المدافع. انتماء الكبير والتاريخي لفلسطين التاريخية وليس أقل كما عبر بصريح العبارة فريق باليستينو، تصويبة جميلة، تصويبة قوية ممتازة، هنا الإعادة وتصويبة ولكن تعلق الحارس. في الوسط، كرة بين خطر، حمد جابري والحارس وفي تسلل. في المنتصف فريق باليستينو، فيكتور كامبوس، فيكتور، كرة بينية، محاولة لباليستينو، شادي شعبان، خطير الآن، خطير الآن، والحارس أمين درويش، أمين درويش، خروج ممتاز ثم التحضير، أوبابا روساندي ماضية. شوف اللقطة الأخيرة، عرضية اللاعب جاسون سيلفا، خروج موفق عند الحارس، هو أمين درويش وليس نعيم. أمين درويش، طاحت فريق باليستينو، يدخل مين؟ يدخل روبرتو بشارة، المجال والمساحة، وكرة بينية بالأمام، والحارس، الحارس هيريرا، يرجع ويخر، أوبا، بإرسال هذه الكرة من مسافة بعيدة، وهنا روبرتو كاتلون، وصانع ومايسترو وسط الملعب، الكابتن روبرتو كاتلون مكان مهند فنون، لاعب السابق مع المنتخب الفدائي. محاولة أنخيل ميلو، أسماء شابة جدا حاليا في المنتصف، محاولة، فرصة جميلة، وكرة بينية والرأسية من كامبوس، التقدير مستوى في أرضية الملعب على مستوى كرة قدم جماعية، كرة عند فيكتور كامبوس والدرويش بشكل ممتاز. إلا بعض أسماء، تقريبا لاعبين أو ثلاثة بعد حادثة الطائرة المفجعة المتجهة إلى، حاول عند لاعب دياغو توريس، دياغو توريس، تصويبة لكن وين، بعيدة تماما. روبرتو كاتلون، ضيف اليمين لروبرتو كاتلون، بيتو يلعب كرة وتصويبة مرعي، كرة في الناحية اليمنى لمصلحة فريق باليستينو، كرة بينية، محاولة، أنخيل ميلو، خطر الآن، خطيرة والعرضية، وأمين درويش، أيمن خربط، ومحاولة عدي خروب، خطيرة لا، تصويبة جانبي مقطوعة، وفرصة انطلاقة روبرتو سيردوس، والفرصة مرت في الأخير. اللاعب هنا الإعادة وفرصة جوناثان سير كسترناس، كامبوس يحاول، فيكتور كامبوس في موقف تسلل، فيكتور كامبوس في موقف تسلل، والحكم مروان وزوز، أعزائي الكرام، ينهي هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. شكرا لباليستينو، فاموس 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 باليستينو، ونتمنى طبعا دوام التوفيق لهذا الفريق الفلسطيني في تشيلي، فريق باليستينو، في أجواء احتفالية، في أجواء جمالية، في أجواء طيبة في ملعب الحسين بن علي. 1-1 انتهت هذه المباراة الودية.
سيكون هناك تكريم طبعا للاعبين، وهذا ثانك يو بيتو كاتلون، غراسياس بيتو كاتلون. هنا الرسم ل غراسياس جران جوغادور ان كانت صحيحه بالاسبانيه. اظن بانه الكثير من الشكر لاعب الكبير.